السلام عليكم ورحمة الله طلابي الأعزاء، هذا الجزء الثاني من حل تمارين النسب المثلثية على الزوايا، تمارين بسيطة جدا وسهلة، تعالوا نحلها مع بعض. في التمارين من 14 إلى 17 كما ترى عندنا هذا السؤال. في التمارين من 14 إلى 17 أجد قيمة الزاوية في الوضع القياسي التي لها الزاوية المرجعية المعطاة. 15 درجة في الربع الثاني معناها أن الزاوية في الوضع القياسي هي 180 ناقص 15. الزاوية في الربع الثاني دائما نعبر عنها ب 180 ناقص الزاوية المرجعية، ونكتب الإجابة 165. حاجات سهلة وحاجات بسيطة، تابعوا معايا. في الربع الرابع هنكتب 360 ناقص 75 ونحلها ونكتب الإجابة. 8 في الربع الثالث هنكتبها 180 زائد 8 هي 88 درجة. ال 56 في الربع الأول هي نفسها في الوضع القياسي، لأن الزاوية مثلا بهذا الشكل قياسها زاوية حادة 56 فهي 56. أما مثلا اللي كانت في الربع الثاني لما تكون الزاوية المرجعية 15 فالزاوية في الوضع القياسي هي مكملتها اللي هي 180 ناقص 15، وهكذا في الربع الثالث لما تكون الزاوية المرجعية 75 معناها الزاوية الأساسية في الوضع القياسي هي 100 360 ناقص 75، وبتحلها وتكتب الإجابة 1285. السؤال التالي هنا، أوجد النسبة المثلثية الست لكل من الزوايا التالية من دون استعمال الحاسبة. بداية يا أبنائي، هذه الزاوية تقع في الربع الثالث، 240 دي تقع في الربع الثالث. الربع الثالث كلنا عارفين all sine tan cosine اللي هي استيك رول، يعني بعض الطلاب بيقولوها استيك، لكن احنا بنقراها من الربع الرابع كاست رول. الاختصار ده يا جماعة بيقول لي النسب المثلثية لأي زاوية في الربع الثالث تقع قياسها بين 180 و 270 درجة، التان فقط هي الموجبة والساين والكوزاين سالبتين. فالمهم نبدأ مثلا بال240 اهو. في البداية بنكتب ال240 ديت عبارة عن 180 زائد الزاوية المرجعية بتاعتها، طبعا 180 زائد كام؟ 240 260. إذا الزاوية المرجعية هي هنا 60 يا جماعة. فلما نكتب بقى، بص معايا الإجابة، ساين 240 بنكتب سالب ساين الزاوية المرجعية بتاعتها، سالب ساين 60، وكوزاين 240 سالب كوزاين 60. أما تان 240 درجة هو تان 60 من غير سالب، لأن الزاوية في الربع الثالث بتكون موجبة. ونروح طبعا انتوا عارفين مثلث الثلاثين الستيني، ساين 60 جذر 3 على 2 اهو، جذر 3 على 2، والكوزان بتاعتها سالب نص، وتان 60 يساوي جذر 3. وانس ان انت تجيب النسب المثلثيه الاساسيه تقدر تجيب بقى ايه المقلوبات بتاعتهم، كوس سيكنت 240 هيكون سالب 2 على جذر 3، وممكن نبسطها سيكنت 240 يلا نقلب الكوزان اللي جبناها سالب 2، وكوتان 240 هيطلع 1 على جذر 3. طبعا مش هنسى اقول لكم ان انت ممكن تبسط بالضرب في جذر 3 على جذر 3 لو عاوز، لما نضرب هنا في جذر 3 على جذر 3 ضرب يدينا جذر 3 على 3. نفس الشيء هنا فوق برضو، سالب 2 جذر 3 على 3 لو عاوز، انما يكتفي ان انت تكتب القيمه الاساسيه، مش لازم في ابسط صوره ولا حاجه. اوكي، هنعمل نفس الشيء يا جماعه على 495. اولا نطرح منهم دوره كامله الاول، بالك نكتب 495 ماينس 360 هيطلع معانا، نكتبها تاني 495 ماينس 360 شوف يطلع كام، 135. ال 135 دي يا جماعة تنتمي للربع التاني، موجودة في يعني في الفترة بتاعت ال 90 وال 180، يعني الربع التاني، والربع التاني كلنا عارفين الساين فيه بس هي الموجب. فهنبدأ نكتب بقى ساين ال 135 دي عبارة عن ساين المكملة بتاعتها اللي هي 180 ناقص ال 135 اللي هي 45. المهم ساين 135 هي ساين 45 بيساوي 1 على جذر 2، كوزاين
135 هي سالب كوزين 45، طبعا عشان الكوزين سالبة، سالب واحد على جذر اتنين، وتان 135 نكتبها سالب تاني المكملة، سالب تاني 45 يعني سالب واحد. ومن الأساسيين دول نجيب بقى المقلوبات. الآن طبعا أنا اشتغلت على 135 لأن هي زاوية متطرفة مع 495، فهي هي عاوز تكتب 495 هنا مكان دي عادي، ما فيش مشكلة، هي نفسها ال 135. عندي الكوسيكنت ال 135 يساوي جذر 2، والسيكنت 135 يساوي سالب جذر 2، وكوتان 135 يدينا برضو سالب واحد، مقلوب سالب واحد هو سالب واحد. السؤال الثاني هنا، أوجد القيمة من دون استعمال الحاسبة، عبر عن استعمال نسب من مثلث مرجعي. هنكتب كده بكل بساطة، كوزاين 120 يساوي كوزاين، أي زاوية في الربع الثاني أكتبها 180 ناقص زاوية حادة، الزاوية الحادة دي يا جماعة اسمها الزاوية المرجعية. بعد ما تكتب في هذا الشكل الإجابة بتكون يا إما كوزاين 60 مباشرة أو سالب كوزاين 60. طب أعرف إزاي يا أستاذ؟ هتروح على القانون اللي إحنا خدناه اللي هو كاست رول. كاست رول بيقول لنا إن الزاوية في الربع الثاني بس الساين هي الموجبة. بقيت الساين موجبة خلاص، بقيت الساين ومقلوبها طبعًا كوسيكنت. وبقيت النسبة المثلثية بتكون سالب. سالب كوزاين 60 نكتب سالب. وكلنا عارفين المثلث 30 60، احفظوه يا جماعة. واكتبوه في كل الحلول. طبعا الزاويه اللي تحت دي 30 واللي فوق 60. كوزاين 60 سالب نص زي ما انت شايف، اهو واحد مجاور على الوتر. اوكي، شوف سهله ازاي وجميله ازاي. يلا نحل الثانيه، تانجنت ل 300، 300 دي في الربع الرابع، هنكتبها كده تان 360 ناقص كام؟ ناقص 60 طبعا. لو عايز تعرف ال 60 دي على طول بتكتب على جنب كده 360 ناقص 300 هيديك 60، خلاص هي دي الزاويه الحاده او الزاويه المرجعيه بتاعتي. احنا عارفين التان، شايفين الربع الرابع يا جماعه، الربع الرابع الكوزاين بس فيه هي الموجبه، لذلك هنا المساله هتكون سالب تان 60. خلاص، وسالب تان 60، تان 60 زي ما انت شايف هو المقابل اهو على على المجاور، جذر 3 على 1، ما تنساش السالب يساوي سالب جذر 3. احنا يعني كده حسبنا التان 300 وكوزاين 120 بدون استخدام الحاسب. دايما يا جماعه ما تنسوش الزوايا بنحطها الزاويه الحاده زي ما هي حاده هي تيتا، الزاويه في الربع الثاني بنكتبها دايما 180 ناقص الزاويه المرجعيه تيتا، في الربع الثالث بنكتبها 180 زائد تيتا، والربع الرابع بنكتبها 360 ناقص تيتا. ده شكل الزوايا علشان نجيبهم بدلاله الزاويه المرجعيه. اوجد ساين تيتا وتان تيتا اذا كان كوزاين تيتا 2 على 3 والكوزاين موجبه. الكوزاين يا جماعه اول حاجه نرسم الكوزاين اهو، ما الكوزاين الكوتان قصدي موجبه، الكوتان موجبه، الكوتان موجبه فين يا جماعه؟ الكوتان مقلوب التان، الكوتان موجبه، اشارات التان والكوتان يا جماعه عكس بعض، يعني ايه؟ يعني اتنين موجبين قصاد بعض، وهنا التان والكوتان سالبتين في التان والرابع. فلما يقول لي الكوتان موجبه معناها خلاص ده، والكوزاين كمان موجبه، ده الربع الاول، يعني الاثنين دول لا يجتمعان اهو الا في الربع الاول، يعني اذا دي زاويه حاده عاديه خلاص. إيه كوزاين تيتا 2 على 3 او المجاور على الوتر، ونجيب الضلع ده في فيثاغورس، 3 تربيع 9 ناقص 4 5، هذا جذر 5 وكله موجب خلاص. اوجد ساين اهو، ادي ساين سهله جدا، ساين تيتا يساوي جذر 5 على 3 المقابل، ما تنساش ما تنساش ابدا ان الساين مقابل على الوتر، والكوزاين مجاور على الوتر، والتان مقابل على مجاور. تانجنت الزاويه ثيتا تساوي جذر 5 على 2، وهذا هو الحل. اوكي، السؤال الثاني، اوجد كوزاين وكوتان اذا كان الساين ثيتا ربع والتان سالب. تعالوا اقول لكم ازاي نحل السؤال ده. احنا ممكن من غير ما نرسم الاحداثيات نرسم مثلث عادي واسمي زاويه ثيتا، والساين انتوا عارفين 1 على 4 المقابل على الوتر. هنجيب الضلع ده في فيثاغورس، 4 تربيع 16 ناقص 1 جذر 15. بس هنا يا جماعه بيقول لي ايه؟ الساين موجب خلاص، الواحد ده موجب انتهينا منه. طيب التان يا جماعه، مش التان مقابل على المجاور صح؟ بس بيقول لي التان هنا سالبه اصغر من صفر، اذا لما نجيب جذر 15 هنا لازم نحط معاها سالب جذر 15، لازم. ليه؟ لان قال لي التان سالبه. التان تيتا ما تكون سالبه الا لو كان
احد ضلعي المقابل او المجاور يكونوا سالبين. دلوقتي عندك كل الاضلاع، تقدر تجيب بقى كوزاين ثيتا وتعيش حياتك بقى وتستمتع. يلا، كوزاين ثيتا يساوي المجاور سالب كسر 15 على الوتر 4، وكوتان كوتان ثيتا طبعا التان زي ما انت شايف اهي، واحد على جذر على سالب جذر 15، الكوتان سالب جذر 15 على واحد اللي هي سالب جذر 15 بكل بساطة. هذا هو الحل، أتمنى يكون الأمور واضحة بالنسبة لك. السؤال الثاني برضو على نفس النسق، عاوز التان وكوزاين لو كانت الساين سالب 2 على 5. أنت هترسم الساين، هترسم كده مثلث تحط فيه زاوية ثيتا وتحط سالب 2 على 5. طبعا ما تنساش الوتر دايما موجب. هنجيب الضلع ده يا جماعة احتمال يكون موجب أو سالب، لكن الكوزاين قال لي موجبة، لازم ده الضلع المجاور يا جماعة لازم يكون موجب. فهنجيبه في ثغورس 25 ناقص 4 اللي هي 5 تربيع ناقص سالب 2 تربيع، دي جذر 21. جذر 21 وهنخليه موجب مش هنقدر سالب. لو كان قال لي الكوزاين دي سالبه اصغر من صفر كنا خدنا ده كمان سالب، كنا ال 21 دي جذر 21 هتكون سالب. دلوقتي خلاص المثلث عندنا، يلا نجيب النسب اللي هو عاوزها. تاني يا جماعه، الساين وكوزاين وتان ومقلوباتهم اسمها نسب مثلثيه، trigonometric function او trigonometric ratios. تان ثيتا المقابل على الوتر او سالب 2 على جذر 21، وسيكنت ثيتا هي مقلوب الكوزاين، الكوزاين زي ما انت شايف جذر 21 على 5، فالسيكنت 5 على جذر 21، الوتر على المجاور بكل بساطه. مش هنسى اقول لكم ان انا ممكن ابسط الاجابه، لو طالع بالاجابه في ابسط صوره يا جماعه اضربه في جذر 21 على 21 وسيبوا الاجابه كده in radical form 5 radical 21 over 21. This is simplest form because denominator is a whole number, is a or rational number. أوجد القيمة بدون استخدام الحاسب، نفس الشيء أهو. يلا زي ما عملنا زوايا بالدرجات هنعمل بالتقدير الدائري، ساين 13 باي على 6. أول ما تلاقي العدد البايات اللي عندك ده أكتر من 2 باي على طول تروح تطرح دورة كاملة. ساين سوري 13، 13 على 6 باي ناقص 2 باي، تطرح دورة كاملة ليه؟ عشان نجيب الزاوية في الربع في الأساسية بتاعته قبل ما التيرمينال سايد يلف لفتين ثلاثة وياخد راحته في المستوى الإحداثي. المهم يا جماعة دي ساين كام؟ 13 على 6 ناقص 2 هيديك 1 على 6 باي، اللي هي باي على 6. الواحد على 6 باي دي يا جماعة هي ال 30، هي الإيه؟ ال 30. فبنرسم مثلث 30 60، أدي باي على 6 وأدي باي على 3 اللي هي 60، والنسب أنتوا حافظينها 2 1 كسر 3. خلاص خلصنا، شكرا. طيب ساين باي على 6 المقابل على الوتر، شكرا. يعني جبنا ده بدون استخدام الآلة الحاسبة، شوفين سهل ازاي. التانية اهي رقم 29، كوزاين 7 على 3 باي، هنروح مباشرة نطرح منها دورة كاملة، ده يساوي كوزاين باي على 3. الباي على 3 هي اللي قدامك اهي اللي هي الزاوية 60، الكوزاين بتاعتها 1 على 2. اوكي، السؤال التالي هنا، حدد الإشارات موجبة أو سالبة لهذه الأربعة. عندنا يا جماعة ده الربع الأول أهو من 0 لباي، وده الربع الثاني واخد بالك، ومن باي لواحد ونص باي ده الربع الثالث، والأخير من واحد ونص باي لاتنين باي ده الربع الرابع. خلاص، فأدي الربع الأول أهو، وأدي الربع الثاني، أدي الربع الثالث، وأدي الربع الرابع. ممكن نحسب فيه على طول ايه النسب اللي هو عاوز. هو عاوز ايه؟ عاوز والله يحسب ساين تي، نكتب هنا ساين تي، وعاوز اشارة كوزاين تي، كوزاين تي اهو، وعاوز اخر حاجة تان تي. تان تي الربع الاول يا جماعة دي المسألة 32، الربع الاول قلنا كله موجب، خلاص كله موجب في الربع الاول، كل الزوايا يا جماعة موجبة، النسب الثلاثية بتاعتها موجبة في الربع الاول. الربع الثاني الساين بس موجب والباقي سالب. شايفين قد ايه السهوله؟ احنا انا بشتغل بالقانون اللي هو كاست رول يا جماعه، كاست رول ممكن تقروها، all students take chocolate عشان ما تنسوش. اوكي، فالمهم الربع الثالث اهو، بس الثاني هي الموجبه، نروح على الثاني اعملها موجب واخلي دول سالبتين، والربع الرابع الكوزاين بس هي الموجبه، اروح على الكوزاين اخليها موجبه،
والباقي سالب. شكرا، خلاص. هذه هي إشارات أي زاوية تقع في الأربعة اللي قدام. حدد الإشارة موجب. برضو نفس الشيء يا جماعة، الكوزاين هنكتب كده، اكتب كاست رول عندك في الامتحان أو في وأنت بتحل، اكتب كاست وحل عليها. خلاص، الربع الثاني الكوزاين سالبة، 129 في الربع الثالث الثاني موجبة. الكوزاين 7 على 8 باي، دي الربع الثاني يا جماعة، أقل من باي بشوية. الباي نفسها ال 180، دي 7 على 8 باي، حوالي 170 درجة 160 درجة في هذه الحدود. فكوزاين هذه سالبة، وتان برضو دي الربع الثاني التاني هنا سالب. شايفين الربع الثاني بس يا جماعة، الساين بس هي الموجبة والكوسيكنت مقلوب بتاعها. اختر النقطة التي تقع على الضلع الانتهاء للزاوية. الزاوية 45 دي زاوية يعتبر زاوية خاصة طبعا، انتوا عارفينها، في الضلع النهائي يقع في منتصف المسافة بين محور اكس ومحور واي، وبيصنع طبعا 45 مع كلا المحورين. فالنقطة عليه بالظبط يا جماعة 1 و1 و2 و2 و3 و3 و4 و4. فالنقطة دي تقع على الضلع النهائي للزاوية 45. خلاص يا جماعة، ولو 90 يعني 180 ناقص 45 بتكون هنا برضه، بتكون بقى سالب 1 و1 وسالب 2 و2 وسالب 3 و3. طبعا دي غلط خالص. اوكي، وفي طرق تانية للحل. مثلا اذا كان كوزاين نتيجة سالب 5 على 13 والتان جدا، يعني المسائل دي يا جماعة جدا مهمة جدا وسهلة جدا. انت بترسم مثلث وتحط الكوزاين سالب 5 هي على 13، وتجيب الضلع ده بنظرية جدو فيسا غرس 12. بس هنا 12 ممكن تكون موجبة او سالبة، روح لدي وانت تعرف. التان ثيتا موجبة، التان اكبر من صفر، التان ثيتا موجبة معناها دلوقتي حاليا التان سالبة، 12 على سالب 5 دي سالب 12 على 5. عشان تكون موجبة هاخد الجذر سالب الجذر التربيعي. اذا وانا بجيب الضلع ده يا جماعة احط في اعتباري انه ممكن يكون طوله بالسالب، لان يعني الزاوية بتاعتنا ليست حادة، زاوية منفرجة او منعكسة. النسب المثلثية بتاعتها ممكن تكون سالب. المهم يا جماعة الكوزين قدامك اهي سالب، وطبعا الزاوية دي في الربع الثالث، الساين بتاعتها زي ما انت شايف سالب 12 على 13، هذه قيمة ساين ثيتا. اي من القياسات الزوايا التالية لها نفس الضلع الانتهاء للزاوية في الوضع القياسي اللي قياسها 530 على طول 530. سؤال سهل جدا، انتوا شطار فيه، نطرح منه دورة كاملة وخلاص. شوفوا قد ايه السهولة قد ايه الجمال. 530 ناقص 360 170، عندنا 170 خلاص. اوكي، وممكن نزود 360 بعدين هدينا كمية أكبر، هذه 890، بس أنا ما عنديش. بارك الله فيك. طيب، دي كانت درسنا اليوم. أشكركم يا جماعة وأتمنى لكم كل خير، ولا تنسوني من دعائكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله جميعا.